اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقه. الاستاذ عبد الله الضواحي والدكتور عزيز الخادم هما ضيفا حلقه الليله. الشعلة وهجر، مباراه سلبيه في كل شيء. تركش زيد ومحمد حسون. في محافظة الخرج وعلى ملعب الشعلة، الفريق الهجراوي يحل ضيفا على فريق الشعلة. لقاء بقيادة أجهزة فنية مصرية، طارق يحيى في هجر ومحمد صلاح في الشعلة. الشوط الأول شهد هجمات من الطرفين، مع أن المستضيف يهدد إلا والرد يكون سريع من قبل الضيوف. قبل نهاية الشوط الأول، طارق يحيى يجري تبديل بإدخال محمد الشهراني وإخراج محمد الخميس. الشوط الثاني ينطلق وبنفس سيناريو الشوط الأول، ومحمد الشهراني يضيع انفرادة للفريق الهجراوي. والمالي لسانة يسدد قذيفة يخرجها مصطفى ملائكة إلى ضربة زاوية. الفريقان حاولا التسجيل بالضغط على المرميين، إلا أنهما اتفقا على تقاسم نقطتين، نقطة لكل منهما. تركش ديد كورة. أبدأ معك أبو بدر. الشعلة وهجر سلبية كل شيء، يعني أنا أعتقد أنها لم تؤثر لا على الدوري ولا على مركز الفريقين ولا شيء، يعني 0-0. مجرد كل فريق أخذ نقطه، لا زال هجر مهدد ولا زالت الشعلة في موقع بعيدين عن الدفع. يعني كأنها ما لعبت مثلا؟ والله كأنها ما لعبت بالنسبة للفريقين. طبعا مجرد نقطة واحدة أعتقد أنك ما أعتقد أنها تقدم الفريق أو تأخر فيه كثير. يعني تحسبها كده دكتور؟ والله انا قلت لك يعني تحت الهواء من شوي، لا انا اقول انه دائما الانديه اللي مستواها او تنافس على الهروب من الهبوط، عندما تلعب تحشد كل قواها امام الفرق القويه اللي تنافس على بطوله الدوري، وتقدم العرض الجميل واللاعبين يقدمون عصاره الخبره والجهد البدني والحماس. عندما تلتقي الفرق اللي تنافسك على الهبوط يفترض انت تقدم الفوز، يعني لابد ان تهاجم. الحذر كان عنوان، الخوف من المدربين كان عنوان، وإن كان هجر شوي أكثر جراءة، لكن الأداء ضعيف جدا على المستوى الفني. يعني مع احترامي طبعا المدربين، لا أريد أن أقلل، لكن لا تشاهد بصمة مدربين بتعليمات واضحة بدور سواء هجومي أو دفاعي أو توازن. يعني كلها اجتهادات، مثل كان نجلس على الدكن ونقول يا رب يجي جول فقط. في لاعبين في الملعب 11 ضد 11، لكن ما، وفي أسماء جيدة، يعني تشاهد لاعبين مستوياتهم الفنية جيدة كعناصر، لكن لا تشاهد توظيف حقيقي، لا تشاهد عزم على الفوز، طموح الفوز ابدا. كل واحد يقول اهم شيء اني ما اخسر، لكن ما في ذيك الجراءه، خاصه تلعب دوري ما تلعب خروج مغلوب. يعني دوري لو انا نقطه، لو فريق يفكر انه يهرب من الهبوط اهاجم حتى لو خسرت، يا اكسب 3 نقاط يا ما تصير عندي النقطه دي، ما تفرق معي النقطه هذه. الفريقين خسرانين الان لان اثنينهم ينافسون على الهبوط او اثنينهم يخشون من الهبوط، فبالتالي لابد ان تقدم الكره الهجوميه بتوازن جيد بدفاعي، يعني تعمل ضغط لمده 10 دقائق، ضغط على حامل الكره. لما تكون الكره بحوزتك واضح ان اللاعبين في حيره، ما في تعليمات واضحه ماذا نريد، يعني ما كان في حتى استراتيجيه للمباراه. يعني الفريقين داخلين خايفين من بعض، اثنينهم يبون 3 نقاط، لكن ما في عمل من اجل 3 نقاط، لذلك شاهدنا الضعف في المباراة. طيب هم اثنين هم يخاف بالضبط من 3 نقاط، لأنه يعرف انه خسارته تبعده نهائيا. طيب خلينا نشوف المباريات الغد. نبدا بالاتفاق والرائد عليان العنزي ومحمد حسون. ضمن مباريات الجولة 12 من بطولة دوري زين السعودي للمحترفين، يلتقي مساء الغد فريقا الاتفاق والرائد على أرض استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام. مباراة تنافسية يشعلها فارق النقطة الواحدة الذي يصب في مصلحة الاتفاق،
المركزان السابع والثامن قد يتغيران حسب ما تؤول له نتيجة اللقاء، بل قد تذهب الأمور إلى أبعد من ذلك والوصول لمركز متقدم. الاتفاق صاحب الأرض والجمهور والمعنويات المرتفعة، والرائد الذي قدم مستويات متميزة هذا الموسم مبتعد مبكرا عن مناطق الخوف. يدخل فرسان الدهناء اللقاء وهم في المركز السابع ب15 نقطة بعد خوض 9 لقاءات، خسروا في لقاءين وتعادلوا في 3، بينما حققوا الفوز ب4 مباريات كان آخرها على الشباب في الجولة الماضية ب3 أهداف لهدف، ويملك الفريق لقاءين مؤجلين أمام الأهلي والنصر. المباراة تشكل فرصة سانحة للكوموندوز للتقدم للمركز الرابع في حال كسب اللقاء ولعب النتائج الأخرى في الجولة لصالحه. أما الرائد فيحتل المركز الثامن ب14 نقطة، تحققت إثر لعب 10 مباريات تعرض فيها لأربع خسائر وتعادلين، وحقق 4 انتصارات كان آخرها على الوحدة في الجولة الماضية بهدف عصام الراقي، ويملك الفريق لقاء واحد تم تأجيله أمام الأهلي. الفريق قدم هذا الموسم أداء مميزا ويتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية، وقد يرتقي للمركز السادس في حال فوزه في اللقاء ولعب النتائج الأخرى في صالحه. مباراة لن تخلو من الإثارة والقوة، فموقف الفريقين على لائحة الترتيب يؤهل للاستمتاع بلقاء مثير. نبدأ معاك يا دكتور، الاتفاق والرائد. الاتفاق طبعا غريب شوي، خسرهم في الآسيوية بنتيجة كبيرة جدا وكانت مزعجة، وفنيا كان مرتبك في البطولة الآسيوية، بعدين لعب مع حامل اللقب في الدوري السعودي وفاز مستوى ونتيجة وأداء كان جدا كبير. الرائد يعني أموره إلى حد ما أفضل بكثير من خلينا نقول اللي في حوالينا في المراكز، وواضح انه هالموسم الرائد ما راح يكون عنده مشكله صراع وهروب. لا زال الاتفاق بالمناسبه فعلا هو علامه استفهام كبيره، حتى بدايه الدوري كان متذبذب حتى في الاداء، ليس فقط في المشاركه الخارجيه لكن حتى في الدوري المحلي في المسابقه المحليه كان متراجع الاداء، وفي تباين واضح مباراه تعطيك مستوى عالي تقول هذا فريق المفروض ياخذ بطوله الدوري، واحيانا تقول هذا فريق يستحق الهبوط، وهي علامة استفهام خاصة بوجود يعني إدارة على مستوى عالي، وجود لاعبين على مستوى، تفريطهم في اللاعبين في البداية مثل يحيى عتين مثلا راح الأهلي، مثل سياف البيشي راح للشباب، وتقالي راح للشباب، يعني أنت تخسر لاعبين كانوا مؤثرين صراحة في الفريق ولهم دور كبير. النقلة اللي عملها أنا أعتقد أنها جانب نفسي أكثر منها جانب فني، يعني الفريق اللاعبين حسوا بالمسؤولية، تضايقوا من الخسارة الخارجية وقالوا لابد أن نعوض في الدوري، مع وجود عناصر اصلا حقيقيه جيده مثل يوسف السالم على سبيل المثال كلاعب هداف يقدم نفسه كل دوري بمستوى ممتاز، يعطيك الانطباع انه فعلا لاعب الهداف اللي فعلا يحتاجه اي فريق. يحيى الشهري كذلك اللاعب صانع الالعاب المميز ولا زال صغير في السن وامامه مستقبل باهر، كل هذه الاشياء ساعدت الاتفاق انه يعود، وجود بعض العناصر الجيده تساعده، الجانب النفسي بالبطوله الخارجيه والمشاركه الخارجيه، ثم قدم نفسه في مباراة الشباب خاصة أمام الشباب اللي هو فعلا بطل الدوري، وهذه السنة فريق لا زال فريق جيد ومنافس. الاتفاق قادر صراحة خاصة على أرضه أن يكون حاضر بشكل ممتاز، لكن الرائد فريق كذلك ممتاز يلعب مباريات كثيرة بمستوى عالي، في إدارة الحقيقة تعمل بصمت وباحترافية جيدة، استقطابات دائما موفقة، فريق مهيئ أن يكون حاضر، لكن لا زال في معمعة يعني الخوف من النزول إلى معمعة الهروب من الهبوط، وربما تعمل له إشكالية في المستقبل. مبدر لا هو والله شوف الاتفاق أنا أعتقد أنه يعني رصيد الاتفاق النقاط 15 نقطة 9 نقاط في آخر 3 مباريات صحيح، فمعنى أنه يعني لاحظ أنه المباريات الأولى ما طلع منها غير ب6 نقاط عنده خسائر اي، وهو الفريق الوحيد اللي تعادل معه الوحده، النقطه الوحيده للوحده جاءت من الاتفاق في افتتاح الدوري. انا اعتقد يمكن ما ادري دكتور عبد العزيز ايدنا على ذي انه مشكله الاتفاق في البدايه قضيه تغيير المدرب، الفكر التدريبي اللي تغير عند الاتفاق يحتاج وقت، يحتاج الى وقت، وهم يعني كانوا مرتاحين من المدرب السابق وكان في نوع من التفاعل، هذه اثرت على الفريق في البدايه طبعا الى جانب اسيا الى اخره، لكنه استطاع في الفترة الأخيرة فاز على الشعلة وعلى هجر وعلى 3-1
يعني على وبعدين 3-1 على الشباب. انا اعتقد ان فوزه على الشباب هذه دافع معنوي كبير جدا بحيث انه تعطيه نحو المقدمه. الرائد ايضا قريب لما تجي انا اعتقد انها مباراه فارق المركز والنقطه. فارق المركز والنقطة لأنه هذا 15 وهذا 14 هذا السابع. بس الرائد شكله جيد هالموسم يعني هذا السابع والثامن إيه؟ أنا ما أخاف على الرائد يعني أنا ما أشوف عند الرائد مشكلة الهبوط ما عنده مشكلة الوحدة هجر لا فيصلي لازال وقت مبكر ولازال وقت مبكر لكن يعني التعاون الآن يعود بشكل ممتاز التعاون كذلك من المنافسين على المناطق المتوسطة دكتور عبد العزيز معليش يعني في ظل وجود الوحدة مع احترام وتقدير الوحدة أداء الفيصلي إلى الآن غير مقنع ثم يأتي من بعدهم فرق فأنا أعتقد أنه الرائد لم أنت يعني لا تنسى أنه حتى لو تذبذب مستوى الرائد فيه أيضا أندية متراجع مستوى متراجع مستواها أكثر طيب. الرائد بكرة يغيب ما أدري عن مدى جاهزية لاعبين لأنه عنده ديبة وعنده وليد الجزاني مصابين فاحتمالية أنه غيابهم قد يؤثر على إذا ما كانوا في كامل جاهزيتهم قد يؤثر على أداء الرائد في طيب خلينا نشوف المباراة الثانية غدا الفتح والوحدة عليان العنزي وحسونة عندما نتحدث عن الفتح والوحدة فإننا نتحدث عن القمة والقاع فريق ينافس على الصدارة وآخر قابع في قاع الدوري كلمات ما هي إلا تقديم للقاء الفتح والوحدة الذي سيجمعهما مساء الغد في الجولة 12 من البطولة في دوري زين السعودي للمحترفين المباراة في الأحساء واستاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي هو موقع الحدث النموذجي بطموح الصدارة وفرسان مكة بأمل البداية التي لم تبدأ للهروب من القاع يدخل الفتح لقاء الغد بزهو كامل في صدارة الترتيب مشاركاً الهلال بعد أن خاض 9 لقاءات تعادل في 2 وكسب 7 مباريات كان آخرها على المنافس التقليدي فريق هجر ب3 أهداف نظيفة وتم تأجيل لقاءين للفريق أمام الاتحاد والأهلي لمشاركتهما الأسيوية ويعد الفتح هو الفريق الوحيد الذي لم يخسر هذا الموسم أي لقاء النموذجي مرشح بشكل كبير لكسب المباراة لكن الاستكانة والتساهل قد تذيق الفريق خسارته الأولى خصوصا وأن الفريق لم يخوض أي لقاء رسمي منذ 3 أسابيع أما الوحدة وما أدراك ما الوحدة فليس هناك حديث هذه الأيام إلا عن الوحدة تاريخ عريق ومستويات متوازنة ولكن في النهاية يخسر الفريق خاض 11 مباراة تعادل في أول لقاءات الدوري أمام الاتفاق وبعدها خسر لقاءاته 10 التالية والتي كان آخرها أمام الرائد في مكة بهدف دون مقابل الفوز هو مطلب الفرسان أما غير ذلك فيبدو أن قصة حكاية الهبوط قد حاكت جزءا جديدا من فصولها أبدأ معك هالجزء لأنه أعرف أنك تبغى تتكلم عن الوحدة والله لا هي شوفي هي الوحدة بغض النظر يعني تاريخ لا حتى لو تكرر يعني كقضية العامل النفسي أنه الفريق يلعب ويؤدي مباريات جيدة بس ما يفوز صحيح هنا أنا يعني كلام الدكتور عبد العزيز قبل قليل على من تم كلام صحيح أنه المدرب ودارس علم نفس لكن في أمور أحيان خارج سيطرة المدرب هنا دور الاختصاص النفسي اللي يجب انه يتدخل في هذا تتفق مع اللي يقول انه اللي يشوف اداء الوحده في الملعب ما يصدق انه هالفريق عنده نقطه واحده يعني يخسر وهو مقدم مستويات رهيبه هذا الكلام نقوله يعني انت ليش تخسر السؤال القضيه ليست قضيه فنيه الان طالما انه يؤدي اذا ما هي قضيه هي قضيه عدم وجود عنصر يترجم اداء اللاعبين مثلا في خط المقدمه عنده عناصر الوحده فيها مليان خبره يطلع مجموعه طلع الكويكبي وطلع الأسامة هساوي وطلع يعني ناصر الشمراني ناصر الشمراني فالوحدة عنده الإمكانيات أن يكون فريق لكنه ما هو مستثمر هذه الإمكانيات في مباراة بكرة شوف لما تيجي نظريا ما في مقارنة أبدا ما بين الفريقين والنتيجة محسومة سلفا فقط تخشى من ناحية واحدة إن والله إذا الفتح دخل المباراة وهو المتصدر وأنه القضية قضية تحصيل حاصل بس بيسجل لك كم هدف يمشي أبداً الفتح ما يفكر كيف أنا ما أقول لك
اللي يتابع الفتح ويتابع إدارته ومدربه واللاعبين يعرف أنه الفتح لا يمكن يفكر بهالطريقة. هي فرصة الفتح أن يستمر في الصدارة ولا لا يا دكتور؟ أنا أقول لك نقطة الضعف في الوحدة هي نقطة القوة في الفتح. الاستقرار الفني والإداري والعناصر. الوحدة لديها مشاكل كثيرة إدارية، وكثيرة ما شاهدنا الأستاذ علي داود يصرح عن أعضاء الشرف وعن الدعم وعن عدم الدعم وإلى ذا. ثم الاستقرار الفني، كم مدرب غير الوحدة؟ الآن مدرب الفتح الكابتن فتح الجبال له الآن 8 سنوات في نادي الفتح أو 7 سنوات دوري درجة أولى، ثم صعد بالفريق ثم استمر، يعرف كل صغير وكبير عن اللاعبين. ومن يستقطب اللاعبين الكابتن فتح الجبال، هو اللي يقول أنا محتاج. واللاعب عادة يا دكتور إذا عرف أن المدرب هذا قاعد خلاص يحسن مستواه ويضبط العلاقة بالضبط معه. لا لا غير كذا، المدرب هو الآن يختار العناصر. أنا محتاج ظهير أيمن، أبحث عن ظهير أيمن وغطي هذا المركز. جاب أبو شقرة من 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 هجر من 4 سنوات أو 3 سنوات، وعرف أن هذا اللاعب يلعب في هجر لما كان هجر في الدرجة الأولى، واستطاع أن يستقطبه في الممتاز ويلعب من أفضل الأظهر الآن، المفروض يلعب حتى منتخب. تأتي تحدث حتى عن المستوى اللاعب الأجنبي، أو شاف مثلا الكابتن أبو هشهش مثلا كان في التعاون يقدم مستوى ممتاز وهو لا يحتاج لاعب ارتكاز، على طول هو أشار إلى أنه يحتاج إلى هذا اللاعب إلتون. والتجديد كان باستمرار، يعني المدرب الكابتن يبحث عن اللاعبين، وبالمناسبة بدون مبالغ مالية عالية، يختار بعناية بدون أن يكون اللاعب يعني له حضوره الكبير قبل ما، لكن يعرف القدرات الفنية متى ما وظفها بشكل جيد. لذلك القوة في الفتح هي الاستقرار الفني والإداري ووجود العناصر المنفذة ما يطلبها المدرب، وبالتالي النجاح يكون لمصلحة هذا الفريق الذي يكون كل شيء عنده صح. صحيح. تأتي الوحدة تماما، كل الأشياء اللي عنده هذه في خلل، وخلل واضح جدا. أضيع على كلام بدر في قضية ليست جانب نفسي بقدر ما هي خبرة، أحيانا تلعب جيد لكن ما عندك التعامل مع الكرة بشكل جيد، ممكن تخسر بكرة مرتدة، تخسر الفريق في مباراة واحدة تشوفه 6-7 مرات يعني صحيح بشكل كامل انفراد كامل، بس بدليل أنه أول مباراة في الدوري جاء فيها نقطة، ثم بدأ الضغط النفسي على كل ما يخسر على حكاية خلاص. الأمور أنه الناحية النفسية تلعب دور كبير في الأداء. صحيح، وأنا أؤكد أنها لها دور، لكن إذا كان الشغل صح، إذا كان العمل الفني جيد، العناصر على مستوى عالي، ما في مشاكل إدارية، ما تحتاج يأتي هذا الجانب. لا 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 أنا لا معلش دكتور، هما تغير المدرب، إذا المدرب كويس والأداء كويس واللاعب كويس، لكن لو تجيب أخصائي نفسي ما نحتاج. طيب لو جبت أخصائي نفسي أعلى أحسن أخصائي نفسي في العالم وعمل المدرب الفني غلط في الملعب، انتهى كل شيء. بس عمل المدرب الفني جيد، طالما الفريق يؤدي صح معنى عمل المدرب جيد. فريق وصل 7 مرات 6 مرات بشكل يعني انفراد لكن كامل، عندهم أخطاء فنية كثيرة، يعني التوازن الدفاعي الهجومي مفقود، ما تحصل مجموعة تحرك كمجموعة كبلوك واحد من الدفاع إلى وسط الميدان إلى منطقة الهجومية إلى الشق الهجومي الثلث الأخير. الخلل موجود الفني، يعني صحيح في اجتهادات في عرض في الملعب لكن بدون تنظيم، حتى العنصر الأجنبي والتدريب ضعيف. نعم هو عندنا لاعبين بالمناسبة فقط يعني هذه كذلك من الإشكالات، أنت عندك فرصة يعني تحضر 4 لاعبين غير سعوديين، تختار بعناية المراكز اللي تفتقر فيها إلى عدم وجود اللاعب الجيد، وبالتالي تغطي هالأخطاء. الوحدة فعلا حس نفسه في الممتاز، كان في مشكلة في هبوطه أصلا، وبدر ممكن يذكرنا كان في مشكلة أصلا في الهبوط، كان يقدم في الممتاز بشكل جيد، لعب أمام الهلال في نهائي كأس سمو العهد، والسنة اللي فيها لعب أو السنة الثانية هبط بهبوط طبعا بقرارات إدارية طبعا. الآن الوحدة يعني غير موجود على أرض الواقع كفريق متكامل، لا زال المشاكل موجودة الإدارية، المشاكل الفنية، حتى على مستوى العناصر استغنى كذلك عن لاعبين ترى بالمناسبة جيدين. إذا الوحدة إذا أراد يجب أن يبدأ بتحسين الخلل الإداري. أعضاء الشرف لهم دور ودور مؤثر، وأنا سمعت يعني من خلال الإعلام أن في ناس يشتغل ضد الإدارة، إذا كان هناك عضو شرف يعمل ضد الإدارة إذا لا يمكن أن ينجح أي فريق. يعني أنت تبني وغيرك يخرب. طول عمره الوحدة كذا. لا تكلمنا هنا قبل. طول عمره الوحدة بهالشكل. تذكر تركي في نفس المكان هنا تكلمنا عن الوحدة، كان أعتقد معنا مساعد العبدلي زميل مساعد، وكنا نتكلم إنه الوحدة خذلت. إدارة الوحدة خذلت من أعضاء شرف التزموا بدعم الفريق في الدوري الممتاز. رئيس هيئة أعضاء الشرف. رئيس هيئة أعضاء الشرف صالح كامل.
هذه مشكلة أقول. لكن لذلك الفريق ما عنده لاعبين غير سعوديين. في ناحية فنية أبو بدر، يعني هو استكمال الكلام يعني أبو بدر وكلامنا كله بشكل عام، الفتح كذلك عنده إشكالية في إنه فعلًا مثل ما ذكروا الزملاء في التقرير، إنه ثلاثة أسابيع لم يلعب مباراة. شاهدنا الهلال عندما غاب أمام الفيصلي كيف كان أداءه سيء جدًا. ليش؟ لأنه فعلًا أبعد دائمًا اللعب المباريات، لياقة المباريات وروح المباريات والجانب التنافسي لدى اللاعبين. إذا توقف عن هذه المنافسة يقل عطاء اللاعب، لذلك حتى معسكرات المنتخبات احنا نطالب انه فعلا عندما تجي ايام الفيفا لا نعسكر اكثر من 3 ايام 4 ايام والدوري يصير مستمر. احنا موقفين 6-7 مرات الى الان واحنا بعضها 10 ايام بعضها 15 يوم، هذا لا شك خلل طيب كبير. خلينا نشوف التقرير التالي تحدث عن نجران والفيصلي. يشهد ملعب الأخدود بنجران مساء الغد لقاء هاما للفريق النجراني، وذلك حين يستضيف فريق الفيصلي لحساب الجولة 12 من بطولة دوري زين السعودي للمحترفين. فريق نجران بمستوياته القوية وأدائه الرائع ومركزه الرابع لا يبحث عن شيء سوى 3 نقاط التي تجعله يستمر في المحافظة على مركزه وملاحقة فرق الصدارة. الفريق يملك 18 نقطة بعد أن لعب 11 لقاء، خسر في 3 لقاءات وتعادل مثلها، فيما حقق الفوز في 5 لقاءات كان آخرها على الاتحاد في الجولة الماضية بهدفين نظيفين، وهي الخسارة الأولى للعميد في الدوري هذا الموسم. مارد الجنوب يملك خطي وسط وهجوم خطيرين للغاية بتواجد الثلاثي المتفاهم جهاد الحسين ووائل عيان والنجم المتألق حسن الراهب. طرف اللقاء الآخر فريق الفيصلي يمر بحالة من عدم التوازن منذ بداية الموسم، خصوصا بعد رحيل مدربه السابق زلاتو، وهو حاليا مستقر في المركز قبل الأخير ب7 نقاط كانت حصيرة ل11 لقاء، فاز في مباراة واحدة وتعادل في 4، بينما حضرت الخسارة في 6 مناسبات كان آخرها في الجولة الماضية أمام الهلال وبهدف وحيد. المباراة تعني الكثير لعناب سدير، ففوزه فيها يوصله للنقطة 10، وبالتالي يبقي على حظوظه في البقاء في دوري الكبار. المؤشرات تميل في صف نجران، لكن كرة القدم لا تعترف إلا بهز الشباك، فمن سيطير بنقاط اللقاء 3؟ صاحب الأرض أم ضيوف المنطقة؟ السؤال الأخير، من يكسب المباراة، صاحب الأرض أم ضيوف المنطقة؟ والله نجران أقرب وبفارق كبير، نجران وخاصة على أرضها، يعني نجران المباراة الماضية كاسب الاتحاد واللي قبلها كاسب الأهلي، وفريق فعلا ذكر كما ذكر التقرير في أسماء قوية جدا ومؤثرة ومن حسن الاختيارات، يعني لاعبين كانوا بارزين في أنديتهم مثلا أو يعرفونهم قدراتهم جيدة، مثلا الراهب ما كان يلعب مع الأهلي لكن عنده القدرات الفنية العالية لذلك تم استقطابه بعناية أنه يأتي إلى 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 نجران. إضافة كبيرة جدا في الجانب الهجومي، صاحب العبدالله لاعب الارتكاز الجيد، هذا يبدو لي يعني اختيارات ربما تكون مثل ما تحدثنا عن الفتح، حسن الاختيار في العناصر المناسبة للفريق تساعدك على أن يكون فريق مستمر. بالمناسبة نجران عنده مشاكل مالية ويتحدثون فيها دائما في الإعلان، لكن بأرض الملعب اللاعبين واضح أنهم يدهم واحدة متفقين على الإنجاز، على أنهم يقومون بعمل جيد لفريقهم ويقنعون يمكن أعضاء الشرف والداعمين في منطقة نجران بشكل عام أنهم يدعمون هذا الفريق اللي يقدم نفسه بشكل جيد في أكثر من 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 موسم. الآن نجران فعلا تشاهد كرته دائما جيدة ومتوازنة في الأداء باستمرار. وجود جهاد الحسين اللي لو فعلا ذكر واحد أحد الزملاء المدربين يقول لو أنه لاعب برازيلي كان شوف كم سعره، صحيح لاعب يقدم نفسه بشكل ممتاز في قيادته للفريق في أدائه الفني الجيد في تأثيره المعنوي على زملائه في لمسته في الملعب، يعني إضافة فعلا حقيقية. وبكل أمانة هذا اللاعب يلعب في أي فريق في الممتاز ويكون إضافة، يعني الناس تحدث عن كاماتشو مثلا في الأهلي وفي الشباب ولما كان في الهلال، هذا لا يقل أبدا عن كاماتشو بكل أمانة، فقط مشكلته أنه فقط أنه عربي. لو كان لاعب أجنبي برازيلي وهذه أقولها بكل صراحة لاعب مؤثر
شايل الفريق ولام الفريق. ونعم ولا حتى تأثيرها الفني يعني لها الدور القيادي ممتاز، الدور الفني يعني في الملعب تأثير سواء في التمرير بالتحركات عمل مساندة لزملائه، لاعب لشخصيته في الملعب يعني قيادي فنيا وقيادي على مستوى الإدارة أو الجانب الإداري في الملعب يعني كقائد مؤثر ومحبوب من زملائه. أنا شاهد وهذا اللي يحبونه مدربين كثير. بالضبط. وبدر هنا معه في قضية أنه بالفعل يعني نجران هو فريق مستقر ويقدم، يعني هو الآن مركز الرابع، لاحظوا أنه فاز على الأهلي وعلى الاتحاد وعلى الاتفاق، لم يخسر إلا من الهلال والشباب والفتح، وطبيعي أنه يخسر من هذه الفرق الثلاثة، هي الفرق المتصدرة الآن. صحيح. فأي فريق يخسر منها شيء طبيعي، لكن كون أنه يفوز أيضا على الأهلي وعلى الاتحاد وعلى الاتفاق، تعادل مع النصر ومع هجر، يعني فيمقدم مباراة مستويات جيدة ومرشح للفوز. الفيصلي يعني أنا أقول أنه يعني قريب من ظروف الاتفاق من ناحية واحدة، الفيصلي العام قدم مستويات جيدة مثل ما كان الاتفاق يقدم العام. وش اللي حصل الفيصل؟ تغيير المدرب، هل وهذا يقدر يجاوب عليها أبو وليد، هل تغيير المدرب في الفيصل إلى الدرجة أثر عليه وهبط بمستواه إلى أنه ما يحصل إلا يعني إلى هذه المرحلة؟ لا لا ما أعتقد المدرب هو السبب فقط، على مستوى العناصر يبدو لي الفيصل فقد عناصر كثيرة على الموسم، يعني من ضمنهم كابتن الفريق اللي الآن يلعب في الشعلة، ساعدونا يا شباب اسمه، ذكرني باسمه اسمه شوي. إذن هو نفس زي ظروف الاتفاق يعني فقد عناصر العناصر. نعم عندما تفرق بالمناسبة ترى الفرق اللي مهمة جدا، الفرق اللي إمكاناتها المادية محدودة ممكن تجتهد موسمين ثلاثة أربعة بس تصل لمرحلة خلاص أعضاء الشرف ما يدعمون، الجوانب ما تتراكم عليهم، الديون تتراكم، يبدأ ما يستطيع يستقطب كل اللاعبين أو يستقطب بعناية أسماء يقدر يستطيع أن يدفع لها يعني لها، خاصة لما يكون في منطقة القاعدة الشعبية فيها قد تكون قليلة بحيث أنه يستطيع أنه ينتقي بعض. صحيح. المواهب. صحيح. فيضطر أنه يجيب. لا لا طبعا ما المواهب بالنسبة للمدينة نفسها ما فيها عدد محدود، يمكن باسم الفهد بس فقط اللي من المنطقة، لكن وهذا عالم الاحتراف لا 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 يضير يعني ولا يضرهم هذا الشيء، لكن بشكل عام الفيصلي إذا أراد أن يعود إلى المنافسة لابد من استقطاب على مستوى عالي جدا من حيث العناصر، لأنه اللاعب له دور يعني النسبة العالية دائما كنقاد وكمتابعين نقول 70% على اللاعبين، 20% 10% 15% هو الآن ما هو بعيد يعني هو الآن سبع نقاط وقريب من هجر أو قريب من التعاون، يعني قضية أنه تعديل الموقف في الفترة نعم الشتوية نعم يستطيع أنه. طيب خلينا نشوف بطاقة بمباريات الغد. يلاقي فريق الاتفاق فريق الرائد على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام ضمن الجولة الثانية عشرة من دوري الزين السعودي للمحترفين، وذلك في تمام الساعة 7:40 وستشاهدون اللقاء على القناة السعودية الرياضية الأولى بصوت المعلق بدر شداد. ويستضيف فريق الفتح فريق الوحدة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء ضمن الجولة الثانية عشرة من دوري الزين السعودي للمحترفين، وذلك في تمام الساعة 7:40. وستشاهدون اللقاء على القناة السعودية الرياضية الثانية بصوت المعلق يوسف السلطان. يلتقي فريقا نجران والفيصلي على ملعب الأخدود بنجران ضمن الجولة الثانية عشرة من دوري الزين السعودي للمحترفين، وذلك في تمام الساعة 7:40. وستشاهدون اللقاء عبر القناة السعودية الرياضية الثالثة بصوت المعلق غازي صدق. فاصل قصير بعد الفاصل نعود لمواصلة الحديث في البرنامج. الأهلي يتصدى لتحطيم التفوق الكوري على الأندية السعودية.